فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: زوجي يمنعني من الظهور إلى أخي من الرضاعة بحجة أنه لا يثق به وأنه يغار منه، فما حكم ذلك وهل له هذا الأمر؟ إذا كان هذا صحيح وأنه يخشى من الفتنة ويخشى عليك فمعه حق في هذا، أما إذا كان هذا من باب الوسواس والتشدد هذا لا يجوز، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.